السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Sophos XG Configuring Zones and Surfaces من سلسلة Network Security Mastery. محاضرة النهاردة تمام، هنحل مع بعض لاب رقم واحد، أولى بقى لابات الإيه الكورس بتاعنا. هنا بيقول لك أنا عايز أكونفيجر مانجمنت زون تمام لبورت 1 أوكي، وعايز أكونفيجر السيرفيسز على اللان زون والوان زون. طيب مبدئيا قبل ما نتكلم على ازاي نعمل الكلام ده كله، ايه فكره الزونز؟ بصوا يا شباب نفتح التوبولوجي كده حلو عشان نبدا نشرح القصه بتاعت الزونز دي ماشيه ازاي. الزونز في السوفوس اكس جي واخد نفس الكونسبت بتاع البالو التو، يعني البالو التو برضو بيتعامل بزون. حلو، فكروا في الموضوع ده كده، فكروا في الموضوع ده. بصوا تعالوا ننتقل للفورتي جيت. الفورتي جيت لو انا عندي فورتي جيت وعندي مثلا لينكين اوتسايد ولينك انسايد، كل لينك حلو كده ليه حاجه اسمها رول، اما يكون لان او وان او دي ام زي. فطبيعي جدا التو لينكس اللي بره دول يكونوا ايه؟ يكونوا وان. حلو، الفكره بقى ان كل لينك عليه مجموعه من الايه السيرفيسز. حلو، يعني ايه السيرفيسز؟ السيرفيسز يعني مثلا البينج، حلو، الاتش تي تي بي اكسس تمام، الاتش تي تي بي اس اوكي، التلنت، الاس اس اتش، الكابتف بورتال. حلو كده، فكل انترفيس من دول ليه مجموعه من الخصائص بتاعته انت ممكن تعمل لها انيبلنج او ديسيبلنج. يعني مثلا ممكن اجي على الاوت سايد واقول له البينج ده از اوف، اقفله، فبالتالي ما حدش يعرف يبينج على الاي بي الخاص بالانترفيس ده، فتحته تمام. حلو، فكل انترفيس ليه مجموعه من السيرفيسز مستقله بذاتها. يعني لو انت شغلت البينج على الانترفيس ده مش هيشتغل على الانترفيس الثاني، ولا هيشتغل على الانترفيس الثالث بتاع الايه بتاع اللان. خدتوا بالكم؟ طيب ده كلام جميل. لما انت تيجي بقى تعمل رول في الفاير وول في الفورت جيت، حلو، الفورت جيت بيقول لك ايه هو الانكومنج، الانكومنج انترفيس، وايه هو الايه الاوت جوينج انترفيس. خدتوا بالكم؟ طيب فانا ساعتها بقول له ان مثلا لو ده بورت ايه 3 وده بورت 1 وده بورت 2، حلو، ممكن اقول له بقى اعمل رول واقول له يعني عايز مثلا اطلع الناس اللي جوه لبره على الانترنت، فانا ممكن اقول له طب الانكومنج هو ايه؟ الانكومنج هو بورت 3 والاوت جوينج هو ايه؟ اما بورت 1 او 2 او 1 و2. خدتوا بالكم؟ ساعتها انا بعمل حاجه اسمها كونفيجريشن اس دي وان على الفورت جيت، وبيضم التو انترفيسز دول لوان لوجيك انترفيس، فانا بعرف الوان لوجيك انترفيس على الاوت جوينج انترفيس تمام. فده قصه الفورتي اللي هو بيتعامل مع الانترفيسز انديفيديوالي. خدتوا بالكم؟ البالو التو والسوفوس اكس جي بيتعاملوا بكونسبت الزونز. ايه هي بقى كونسبت الزونز؟ طيب السوفوس قال لك ايه؟ السوفوس قال لك انا هكريت زونز تمام، هو اداك زونز باي ديفولت متكريته، اللي هي لان اهمها الدي ام زي الوان تمام، دول اهمهم، اهم الزونز اللي موجوده على الايه على السوفوس. طبيعي جدا لو ده بورت 4 وده بورت 2 واللي تحت ده بورت 3، فانا هدخل بورت 2 و3 على فين؟ على الوان، صح ولا لا؟ بورت 2 وبورت 3 على الوان، وبورت 4 على ايه؟ على اللان تمام. طب الدي ام زي، الدي ام زي لو انت عندك فرع طالع من الفاير وول على نتورك فيها سيرفرز فقط وليها مجموعه امبلمنتيشنز في سكيورتي خاصه، او استخدام الدي ام زي برضه كحاجه تانية يعني غير السيرفرز او توصيل بين نتورك سيرفرز، يستخدم في الهاي افيلابيلتي. يعني مثلا اللينك اللي ما بين السوفوس ده والسوفوس ده، اللي انترفيس ده داخل في الزون بتاعت الدي ام زي، لازم يخش في الزون بتاعت الدي ام زي. خدتوا بالكم؟ طيب اني anyway، الفكره بقى، الفكره ان الزونز دي لو انت مثلا عايز تفعل البينج على الانترفيس بتاع بورت 4، ما ينفعش تروح للانترفيس بورت 4 وتقول له ايه وتقول له فعل البينج عليه، لا، لازم تفعل البينج كسيرفيس على الزون اللي بينتمي ليها بورت 4. خدتوا بالكم؟ لازم مثلا لو افعل الاتش تي بي اس اكسس على الاي بي بتاع بورت 2 او 3، لازم افعل الاتش تي بي اكسس على الزون بتاعت الايه بتاعت الوان. خدتوا بالكم؟ هي الطريقه الافضل. بصوا يعني الاستراتيجي دي بتاعت السوفوس اكس جي افضل ولا بتاعت الفورتي؟ It depends، يعني بتعتمد. يعني انا شخصيا برا تمام ان حته انك افرض انت عايز تشغل البينج على بورت 2 مش عايز تشغله على بورت 3، مش هتعرف الا بقى ان انت تدخل بورت 2 ده في زون خاصه بيه وبورت 3 ده في زون خاصه بيه، لكن لو هما الاثنين في نفس الزون مش هتعرف تشغل سيرفيس هنا وتقفلها هناك، لان انت بتعمل بتشغل السيرفيس وبتقفلها عن طريق الزون اللي بتجمع الانترفيسز دي. خدتوا بالكم؟ طيب فده ده عيب،
ولكن ميزته، ميزته حاجه جميله جدا. لو انت جيت في الفورتي واشتغلت بكونسبتس، تمام، الانترفيسز في البوليسي، مش قلنا الرول في انكومنج انترفيس او اوت جوينج انترفيس، تمام. طيب لو انت عندك ايه سيرفر، اوكي، عايز تعمل رول بحيث السيرفر ده يقدر يطلع على الانترنت، فانت هتحدد او الانكومنج انترفيس هو ده والاوت جوينج التو انترفيسز دول. عظيم. افرض انت عايز تعمل عكس البوليسي، يعني انت عايز تخلي الناس اللي بره يقدروا يخشوا على السيرفر ده، كده انت مضطر تعمل بوليسي تانية، خدت بالك؟ لكن السيتويشن دي لو انت عملتها على السوفوس رول واحده بس، رول واحده بس، ازاي؟ ان انت هتقول للسوفوس اللي جاي من اللان كزون واللي جاي برضو من الوان ده كسورس زون، تمام، وهحدد الديستنيشن زون لان وان برضو. يعني انا اقدر احدد في السورس زون اكتر من الزون، اكتر من زون في الرول بتاعت الفاير وول دي، هنطلع لها ان شاء الله في محاضره الايه شرح الفاير وول رولز. حلو، لاحظوا كده، لو السيرفر ده هيطلع بره هيروح على الرول بس من السورس زون اللان للايه للوان، فيتطبق عادي. لو حد جاي من بره على جوه، لو جاي من بره يبقى السورس زون اصلا كده كده الوان موجود، هيروح على سيرفر جوه، ادي الديستنيشن زون اللان. يبقى رول واحده بتعمل عمل اتنين رولز لو انت هتشتغل على الفورتي جيت، خدتوا بالكم؟ فالامر بتاع الزونز ليه مميزات وليه عيوب، خدتوا بالكم؟ طيب كلام جميل. احنا النهارده هنظبط ايه؟ بصوا انتوا زي ما انتوا عارفين السوفوس عندي ليه اربعه انترفيس، تمام؟ في انترفيس او بورت 1 ده مانجمنت، بس ده باي ديفولت كان محطوط على اللان زون وانا نقلته على الوان، تمام؟ لا، انا عايز اعمل زون خاصه بالمانجمنت، انا عايز اعمل زون خاصه بالمانجمنت انترفيس، خدتوا بالكم؟ طيب دي نقطه، فانا هعمل زون مانجمنت وادخل فيها بورت 1 دي، اوكي؟ طيب عندي بورت 2 ده ايه؟ ده وان، ده اوتسايد، وعندي بورت 3 ده برضو وان اوتسايد، وعندي بورت 4 ده ايه؟ ده على الزون بتاعت اللان. الانتر الزون بتاعت الوان واللان اوريدي متكريته، متكريته مش هنكريتهم اصلا، اوكي؟ بس هنظبط شويه حاجات على السيرفيسز، يعني احنا هنكريت زون المانجمنت، هنكريتها من فروم سكراتش ونظبط السيرفيسز بتاعتها، وهنكريت زون الايه الوان، وهنظبط السيرفيسز بتاعتها، اسف مش هنكريت زون الوان، الوان متكريته اصلا، بس احنا هنظبط السيرفيسز بس بتاعت الوان وهنظبط السيرفيسز بتاعت اللان، لكن مش هنكريتهم فروم سكراتش لان هم اوريدي اصلا متكريتين. اتمنى تكون الايه شويه الايه الكلام النظري ده يكون فاتكو او يفيدكم في النقطه الجايه. دلوقتي بقى تعالوا نعمل امبلمنتيشن، تعالوا بقى نبدا الكونفيجريشن. هنروح على النتورك. طبعا السوفوس مقسم لك الداشبورد بتاعته او الصفحه بتاعته لمجموعه من البوتنز، كل بوتن فيها مجموعه من الخصائص، يعني الفاير وول، اوكي، دائما بيرتب الخصائص بشكل افقي، خدتوا بالكم؟ يعني فاير وول عندي هنا اي بي في فيرجن 4، اي بي فيرجن 6 انيبل فلتر، طب انتروجن بريفنشن، عندك دي او اس اتاكس، اي بي اس بوليسيز كاستم، مش عارف ايه، الويب، تمام؟ عندك بصوا مرتبهم بشكل ايه؟ بشكل افقي، خدتوا بالكم؟ فكل اوبشن من دول، يعني النتورك، النتورك فيها انترفيس، فيها زونز، فيها ويل لينك، مانجر دي ان اس، دي اتش سي بي، بلا 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 بلا، تمام؟ طيب هنروح على الزون، عايز اكريت الاول، شايفين؟ بصوا في لان اهو وفي وان، تمام؟ عايز اكريت الاول المانجمنت انترفيس وادخل، تمام؟ او المانجمنت زون وادخل بورت 1 ده على المانجمنت زون. تعالوا بقى نروح هنا على اد كرييت مانجمنت، اوكي، والتايب اما لان او دي ام زي. حلو، طب هو ايه الفارق ما بين الاثنين؟ تمام، لو انا خليت الزون دي في الدي ام زي، اوكي، هقدر ادخل الانترفيسز التابعه ليها في ايه، في شغل الهاي افيلابيلتي والقصه دي كلها، تمام. اللان مش هتخش في سيستم الهاي افيلابيلتي ومش هتبقى في تعقيدات قوي في السكيورتي، لان الدي ام زي زونز ليها وضعيه خاصه في الفاير وول رولز، تمام. هخليها لان الديفايس اكسس، الديفايس اكسس، طب الانترفيس اللي هيبقى عنده اكيد اي بي ويخش في الزون دي، هل اقدر اخش عن طريقه على صفحه الاتش بي اس بتاعت السوفوس؟ اه، ده كده معناها انا اقدر اخش تلنت. اه، هنا بيقول لك تلنت سيرفيس ويل بي ديسكونتينيود، لاحظ الحته دي، بيقول لك ان التلنت سيرفيس مش هيدعموه خلال الاصدارات الجايه، سو وي ريكومند ذات يو يوز ذا اس اس اتش سيرفيس، تمام كده، ماشي، انا هشيل واحط الاس اس اتش. طيب حد ممكن يخش عن طريق كلاينت يعمل كلاينت اوثنتيكيشن او كابتن بورتال، اقول له ماشي، طب الدي ان اس بينج، تمام،
اعتقد انا مش محتاج اي حاجه من تحت، خدتوا بالكم؟ اي حاجه من تحت دي انا مش محتاجها، دايناميك راوتنج انا مش هعمل راوتنج اوفر الانترفيس ده، تمام؟ مش هعمل اس اس ال في بي انترنال، خدتوا بالكم؟ مش هعمل يوزر بورتال، فكل الكلام ده انا مش ايه؟ مش هحتاجه. اوكي؟ فكده انا كريت الايه؟ الزون وظبطت السيرفيسز بتاعتها، لاحظ 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 ان هو مقسم لك السيرفيسز، لو دخلنا مثلا على اللان تمام؟ مظبط لك السيرفيسز لاربع اقسام رئيسيه، في الادمن سيرفيسز، في الاوثنتيكيشن سيرفيسز، في النتورك سيرفيسز، في الاذر سيرفيسز، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي واقف على اللان، الادمن سيرفيسز دي عن طريقها بقى يعني انت بتحدد السيرفيسز اللي بواسطتها الادمن بيخش على الفاير وول، يعني اي جهاز نتورك عموما اقدر اخش له كونسول تمام؟ او اذا كان بيدعم الكونسول اكسس او اقدر اخش له ريموت ريموتلي على الكوماند لاين سواء اس اس اتش او تيلنت، واقدر اخش له اتش تي بي او اتش تي بي اس، تمام كده؟ فدي هو مديك من السيرفيسز دي الاس اس اتش والتلنت والايه؟ الاتش بي اس بس. طب هم باي ديفولت اصلا متفعلين، تمام؟ هشغل برضو الدايناميك راوتنج، بس اقول لكم حاجه، خلوه دلوقتي مش هشغله دلوقتي، المفترض هنحتاجه في محاضره الاو اس بي اف، لكن خلوه دلوقتي عشان ما تنساهوش لما اطلع الاو اس بي اف، تمام؟ هقول لك لا تعالى نجري على الزون انترفيس عشان الزون لان عشان نفعل الدايناميك راوتنج، فسيبها دلوقتي، تمام؟ فاحنا يعني مش هنعمل حاجه جديده هنا في اللان. اهم حاجه عندي الوان بقى، يعني الوان دي مهمه جدا عندي. اولا الادمن سيرفيسز، هل اللي هيخش من او على الاي بي بتاع السوفوس على الوان تمام كده يقدر يخش اتش بي اس؟ اقول له ماشي. طب اس اس اتش ماشي، اقدر اعمل بينج ودي ان اس ماشي. الدايناميك دي ان اس ده مش هحتاجه، الاس اس ال في بي ان ده اهم حاجه لازم تفعله، لان من غيره مش هتقدر تشغل الفي بي ان ريموت اكسس. واليوزر بورتال ده مهم جدا برضو، وندوس سيف. انا كده ايه؟ انا كده ظبطت الايه؟ الزونز بتاعتي. اوكي؟ طب كلام جميل، روح على الانترفيسز كده. روح على الانترفيسز، روح على بورت 1 تمام؟ ده المانجمنت، انا عايز انقله في الزون ايه؟ عايز انقله في الزون بتاعت المانجمنت. حلو كده؟ كده لغى حاجه اسمها جيت واي. قال لك لان ده زون تمام؟ انا من طريقه همانج الايه؟ الفيلان او همانج اسف السوفس او الفاير وول، فاقول له اوكي سيف ابديت انترفيس تمام. فانا كده نقلت ايه؟ نقلت الانترفيس الانترفيسز دي او الانترفيس بتاع بورت 1 على النتورك زون بتاعته. حلو. فها استنى شويه ماشي كده خلص. خلاص هنكمل شغلنا على باقي الانترفيسز ان شاء الله في المحاضره القادمه تمام، لما ندرس بقى ازاي ندي اي بيز للانترفيسز ونظبط حتى كمان كونفيجريشن الدي ان اس وهكذا. احنا كده خلصنا حل لاب رقم واحد، انا يعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.